واي بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين على بوردي ودين وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اجمعين هذه اياد وحام ابو فرح صلاه مانت مدحينها جمهوريه فضل عليك صوالي مدن حس شيخ دكتور كوينو نصوب بوغدي او بوغسه شهر رسمي او كويبي عاصمه كوميل قالك جبلان ان مدن مدحينه كسو دوو مره لبعض ويالدك اسمانيو وأنا ذو فرح صلنا هاي بوقا شلاس وحبار سنايد الجنديال آد مهيمة ويقوه الرئيسو لما يستيرك اللي دقالك عالشباب يتلابوين كي دولة نبدا مدحوين حس شيخ وددي هذا الدماء وحلك هاي وكشقين هي هالنقطو دقالك عالشباب كا هالنقطو لما يستيرك الدستور كا هالنقطو قولي اللي يقال الدين عفسك هالنقطو أنا قوتين تهوب ك لقادة وربعين تهذا ونقصيني هالنقطه كبريتان كبرشلة بري أفريقيا ونقوم هذا عينين يو دلالك هذا راتك المدحينه وكجي استعرين تاس إلى هاي سيد وقولي يحد السيد عن وجه الله بعد دل دجالنك أرجع حسنا الشباب عن وق قالنا يلا ديان كان عن شو نقول يهاي ماذا حماسك ماشي وياله يظهر أنه يوليبا لبتانكا إذا ما ضعتها مس إيو إسوسو بنانا إن شاء الصومالي ذا إيو شبابكا وعن أولاكارو الحيلو وحوكا قيستي عليسي الدلال آذو بضان إن أخي تاس أين النقون البلد التباعي نقطم إنت الأوين هران لغو سوق عضو المدن بدحو إن الدكر يجب الله أنه حيسوه يعني ماسكا مذي حيسا إلا الدلو وحيوشا سيدي عضو بلان قادين أما أن هذا هو جواد بحنا نور بحنا تاعنا عن عرين تاس لدد تشيو كنا شقينا أنا ولا ديار بعنا هاي شعب يا مامل يا عيدا أنت ما وها هو يدا الصومالي هذا هو عيلة هذا هاي وأمد كاس أودي دا نورشة هنا النوراتو فتعالى ماشى كنا عي بندوي بابا باي دد با بركة عي باريه بابا ما أنت ما قال هذا كيسو بابا ين لقاه حتى ويا لك تيجي خلاص تقارن صوتها وحاتر ترى من البيرات كي waxay suuaysaa waa dadkaas in laga qaado si dadku ay beerahoodina ugu noqdaan waxaan looga bedelo soo dhawada bismillaah alxamdulillaah salaatu salaamu ala rasuulillaah wa aad iyo aad u mahadsan yahay madaxweyne axmed madoobe waa run shalay ayaa nimiday magaalada kismaayo inta madaxweynuhu sheegaan u nimiday oo ah inaan dabcan dowladda jubbaland xaaladda dalka iyo meesha ay wax marayaan siyaasadda guud ee heer qaran إن أنا محاك وراذا كبريف كرينه إيو إن أنا مستقبلك اتجاه الله صعد إيو سيد الله دقائق أنا عن ثلاثة إذا إيو وربعين تيد أنا لو ذاك بالحين سيد الله شاقي آد بان محواش على حاله يساك أنت بقى عن الشر الواوين المهم وقلي أمورها سي إن أو لم يذا هاي أنا كهذلني وحا مد ما أنت ما نول بوحباه ارتبين تله ما أنت باهيها إن لغا شقيه هرتبين تلا أيان آدي آد أغا هادلني وأنا آدي آد أيان مر سولا دقلي سيدة دل كان أغارو أغو سعولها هدي تاي ديبو حرين تيسا هدي تاي دولة نسديسا هدي تاي خطراها كسو فول لأي سيدة لغا هرتيجي كرا أما لساق عابي كرا انتبا مدحوينو واما سيها إساقا إيو مدحوينو كوحيقين ندا إيو قدونك بارلمانك إيو دمان محوا قريسا حكومة دا انتبا واسعودا عرقني وانا وضا هادلني آدي آد دل كسوماليا مال دار أيو كي يمدي مال بو مريا مال كانوا أسعدا رجدي سنة آدي آد أيو في عمته سيد معدينو تلمامي جبلان وماشا مسكع مدحيس ويا لواي وإن شاء قبضنا آدي آد وأذك لقا قبط أباهن إن شاء الله وولاها سهدنا ويسعدان ومحوى حرين تا ديقان نبضن أو جبلان أيان لحريي وكلا حد السعدو فتهذي أيام اللي تحكس بدن يا كاني أو عليه سب بدن يودوين كي يبندوين كي رول كان سداد أكتين ورول آدي آد برواقع ويبيدو يبي مرندو يبي تجندو أنت بقى يكون بدينهين مركا إن شاء الله و والله قصوا كمان يا دولة فدرال كان دولة جبلان ويجرب استعجسا سيد الله قصوا كمالها دباتوين كاس إيجيسي دات كينا نورشود أيديك وسعاد وسون قطو الله دجالن كأرجع حسدنا خوارشتن وآدي آد وصيف الضادة هدي قال لي راد وان كلا قيب قادنا هنا رجو بلان انت هاس كدب
waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dhawaan waxaan safar ku tagayaa aniga iyo wafdi aan hoggaaminayo magaalada Addis Ababa xarunta midowga Afrika meeshaa saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira shirkii shir madaxeedkii ururka midowga Afrika waa ka jira oo isugu imaanayaan madaxdi waxaa kaloo halkaas ka jiro shir igad ah oo dhinac yaalo oo sideline meeting ana waa ka jira oo Addis Ababa haddii aad yiraahdo madaxda igad ay gooni ugu shiri doonto sidoo kale shir waxaa ka jira isagana East Africa Community suuqa dhaqaalaha ee bariga Afrika oo iyadana maxuu ahaay madaxdeedii ay gooni u shireyso marka shirarkaasoo dhan muhiim ayay Soomaaliya u yihiin waxaan u tegaynaan waa shirarkaas inaan ka qayb galno iyo dabcan fariinteena iyo messagekeena aan wadno inaan gudbino oo ah dalka Soomaaliya dal goba oo xor ah oo maxaan ku yiraahdaa dowlad leh waaye lamana firgirgiri karo lamana waxayn karo arinta oo waayahan dambe ay Itoobiya ku dhaqaaqaysayna waa weli mowqifkeeda meeshuu naga taagan yahay waana mowqif oo ay adag tahay si aan uga tanaasulnaano aanay u muuqanin dalkeennu in la iska soo tadakhulo oo meelo laga soo galgalo oo qaar laga goosto waxaas waa riyo aanan soconaynin horeer waa u sheegnay haddana mowqifkeenu mar walba waa meeshaas fariintaas ayaan caalamka meel kastoo joogan aan la wadaagayna horena ula wadaagnay laakiin shirarkaas oo Soomaaliya ay xubin ka tahay waajibna ay ku tahay inay ka qayb gasho ayaan ka qayb galaynaa guulo iyo muxuu ahaa diblomaasiyad xoog leh ayaan ka rajaynaynaa guud ahaan dalka Soomaaliya waa dee dal muddo dheer dhibaato iyo duruufo adag kusoo jiray oo hal subax wixii laga baxla arki maayo laakiin meel fiican ayuu u socdaa dowladda federaalka shaqadeeda waa fiican tahay dowlad goboleedyadu shaqadooda aad iyo aad ayay u fiican tahay cilaaqaadka dowlad gobol labada heer dowladeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka dhexeena aad u wanaagsan yahay wada shaqayntu waa wanaagsan tahay insha allahu tacaala maadaama intaas aan haysanahay waxa aan rabno iyo hadafka aan rabnana si dhib yar ayaan u gaarayna hadii aad yiraa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu